تقارير وبيانات متضاربة عن تمكن جماعة الحوثي في اليمن من إصابة سفينة حربية أمريكية بإصابة مباشرة يوم أمس. التفاصيل نشرت من قبل جماعة الحوثي على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، وكذلك القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن ما جرى وهذا الحادث وهذا الهجوم من قبل جماعة الحوثي. ذكرته في بادئ الأمر هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية يوم أمس، التي أكدت بأن هنالك هجوم باتجاه مضيق باب المندب وهجوم آخر باتجاه خليج عدن، وهذا الهجوم هو طال السفن التابعة لشركة ميرسك الدنماركية، واحدة من أهم شركات الشحن في العالم على الإطلاق، وهي تعتبر أيضا الذراع العسكري للجيش الأمريكي في عمليات شحن الأسلحة والمعدات الأمريكية في المياه الإقليمية بشكل عام. والاستهداف كان قد طال سفينتين بكل تأكيد، السفينة الأولى هي سفينة ميرسك ديترويد، والسفينة الأخرى هي ميرسك تشيسابيك التي أيضا تعرضت لهذا الاستهداف. القيادة المركزية الأمريكية ببساطة قالت بأن سفينة ميرسك ديترويد تحدثت عن هذه السفينة فقط، وأشارت بأن الهجوم كان باتجاه هذه السفينة لوحدها التي كانت قادمة من خليج عدن عبر مضيق باب المندب باتجاه البحر الأحمر. هذه السفينة بمجرد ما وصلت إلى مضيق باب المندب وكانت أساسا برفقتها المدمرة الأمريكية USS Gravely، قامت جماعة الحوثي في اليمن بإطلاق 3 صواريخ من الصواريخ البالستية المضادة للسفن لتحاول استهداف سفينة الشحن ألا وهي ميرسك ديترويد، وواحدة من هذه الصواريخ بحسب هذا التقرير سقطت على مسافة 100 متر. أما الصاروخين الآخرين اشتبكت معهم طبعا USS Gravely وتمكنت من إصابة هذه الصواريخ، وبالتالي لم تكن هنالك إصابة على أي سفينة، لا قتلى ولا جرحى، وانتهت إلى هنا القصة بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية. ولكن العميد يحيى سريع تحدث عن تفاصيل أكثر وقال بأن الهجوم طال سفينتين أمريكيتين كانت قادمة من خليج عدن باتجاه البحر الأحمر، واحدة من السفن كانت موجودة كان أساسا في خليج عدن، وهذه السفن ترافقها سفنا حربية أمريكية، وبأنهم أطلقوا عددا أو العديد من الصواريخ البالستية المضادة للسفن باتجاه هذه السفن الأمريكية واشتبكت معها لمدة 2 ساعة، وقالوا بأن واحدة من الإصابات التي جاءت أنهم تمكنوا في حقيقة الأمر من إصابة إحدى السفن الحربية الأمريكية. لم يحددوا أي سفينة حربية في حقيقة الأمر تمكنوا من إصابتها، لكنهم قالوا بأننا أصبنا إصابة مباشرة، ونتيجة هذا الاشتباك في نهاية المطاف أدى إلى إجبار هذه السفن بأكملها مغادرة هذه المنطقة والعودة عن طريقها وتغيير طريقها ومسارها تماما، بدلا من أن تتجه إلى البحر الأحمر غيرت طريقها بالتمام والكمال. وهنالك مصادر تؤكد فعلا أن هذه السفن اضطرت إلى تغيير طريقها، بدلا من التوجه إلى البحر الأحمر اتجهت باتجاه أفريقيا. واحدة من المصادر التي أكدت هذه المسألة هي جي كابتن، التي أكدت هذه المسألة تماما بأن هنالك كان تغييرا لمسار هذه السفن بسبب هذا الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي. وإذا ما لاحظنا المارين ترافيك أيضا ستلاحظ بأن ميرسك ديترويد غيرت مسارها في آخر تسجيل خاص بها وبأنها متجهة إلى نامبيا، حتى ميرسك تشيسابيك التي تحدثنا عنها واضح بأن هنالك نوع من الخلل الذي طرأ على طبيعة التحرك الخاص بها بسبب هذا الهجوم الذي طرأ عليها، وبالتالي هذه السفن كما تحدثنا بدلا من أن تذهب إلى البحر الأحمر الآن غيرت اتجاهها بهذا الشكل وباتجاه نامبيا. هذه نامبيا يعني عبر رأس الرجاء الصالح، ويعني أنها ستتجه إلى مضيق جبل طارق لتصل إلى المنطقة التي تبحث عن الوصول إليها في البحر المتوسط. وهذا يوضح أن جماعة الحوثي فعلا لا زالت تحقق الكثير من الهجمات الخاصة بها، وهي أثرت الآن حتى على ميرسك التي أوقفت في بادئ الأمر الهجمات التي بسبب الهجمات التي جاءت على البحر الأحمر من جماعة الحوثي منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي حتى يومنا هذا، إلا أن الآن بحسب تريد وينز نيوز تحدثت بشكل واضح بأن شركة ميرسك بسبب هذا الهجوم أعلنت عن إيقاف عبور شحناتها، ولن تشحن بعد الآن ولن ترسل أي سفينة عبر مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر بسبب الظروف الصعبة للغاية. بالتالي جماعة الحوثي هاجمت حتى هذه اللحظة كل السفن التي ترونها هنا في خليج عدن، مضيق باب المندب والبحر الأحمر بكل نجاح، رغم كل العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحلفائها
أعدائها أطلقوا عملية كبيرة باتجاه جماعة الحوثي بالإضافة إلى حلف حارس الازدهار. فهنالك العملية التي أطلقوها وهي بسايدن آرشر، ولكن يبدو بأن الضربات لم تأتي بنتيجة وأن جماعة الحوثي لا زالت قادرة على الضغط على هذه المنطقة بأكملها. وطبعا هذه الضربات أثرت كثيرا أيضا على قناة السويس. لاحظ أن الشحن في قناة السويس كان بهذا الشكل الذي تلاحظونه، ولكن لاحظ الآن في عام 2024 كيف تغيرت وكيف انخفضت السفن التي تأتي عبر قناة السويس قادمة من مضيق باب المندب. بالتالي هنالك خسائر كبيرة تتعرض لها جمهورية مصر العربية بسبب هذه الظروف، وهنالك الكثير من الدول التي طبعا تتعرض لهذه الخسائر. وفيما يتعلق بقناة السويس هنالك تطور خطير نقلته ونقله موقع رايبار الروسي الذي نقل عن المكتب الصحفي لحزب الله اللبناني مسألة وخطة جديدة لجماعة الحوثي. الخطة هي تحقيق هذا المثلث الذي ترونه أمامكم بتنفيذ كامل من جماعة الحوثي، بالإضافة إلى الاستهدافات هنا التي هم حتى هذه اللحظة ناجحين في تحقيقها، يريدون أيضا ويفكرون في تحقيق استهدافات باتجاه قناة السويس بحسب ما هو واضح أمامكم من هذا المصدر الذي نتحدث عنه، وذلك لأن هنالك سفن لا زالت تأتي من البحر المتوسط إلى قناة السويس وتصل إلى إيلات. بالتالي هم يريدون قطع هذا الطريق أيضا، وتريد جماعة الحوثي أيضا أن تقوم باستهدافات مباشرة تجاه مضيق هرمز أيضا لإغلاق هذه المضايق بالتمام والكمال والضغط عليها بشكل هائل للغاية. وجماعة الحوثي لديها فعلا الصواريخ البالستية والكروز القادرة للوصول إلى هذه النقاط، وشهدنا الكثير من الهجمات التي قامت بها جماعة الحوثي باتجاه إسرائيل في الفترات السابقة، إن كانت بالطائرات المسيرة أو إن كانت بالصواريخ البالستية أو الكروز في نهاية المطاف. بالتالي جماعة الحوثي أن تنفذ باتجاه مضيق هرمز هذه مسألة كبيرة للغاية، وخاصة أن الجانب الإيراني من الممكن أن يخرج، أن يبقى بعيدا عن طبيعة هذه المواجهات، ولا زال يحقق الكثير في عمليات ما يريده من فرض معادلة كبيرة من الممكن أن تؤدي إلى رفع أسعار النفط والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأكمله. وقد تكون إيران متشجعة بشكل أكبر لشحن ومساعدة أو لشحن المزيد من الأسلحة لجماعة الحوثي ومساعدتهم على المستوى الاستخباري في كل ما تحققه هذه الجماعة في هذه المعركة، وخاصة وأن هنالك بدأت ترى نتائجا، إيران بدأت ترى نتائجا على المستوى العراقي وعلى المستوى السوري بأن هنالك احتمالا لخروج القوات الأمريكية ومستشارية التحالف الدولي من العراق وكذلك من سوريا. الأمر تطور بشكل كبير في 24 ساعة الماضية عندما أعلن وزير الخارجية العراقية سيد فؤاد حسين بأنه استقبل التقى السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومناوسكي وتسلم رسالة منها وقدم هذه الرسالة مباشرة إلى الحكومة العراقية، وأكد أن رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني سيدرس هذه الرسالة وبأنها ستخضع لدراسة. وبعد ذلك بدأت فجأة الوكالات المهمة مثل وكالة رويترز CNN الأمريكية تتحدث بأن هنالك محادثات قادمة لإخراج القوات الأمريكية أو لتحقيق جدول زمني لإخراج القوات الأمريكية من العراق. وفجأة أيضا الفورم بوليسي جاءت بمعلومات بأن القوات الأمريكية تريد أيضا الانسحاب من سوريا في أنباء سريعة ومتسارعة حول ما يجري. بالنسبة لرويترز CNN الأمريكية تحدثت ببساطة عن طبيعة ما يجري الآن بين الحكومة العراقية وبين الجانب الأمريكي. هنالك لجنة تشكلت من أجل مناقشة طبيعة تحقيق جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية. طبعا في بادئ الأمر أن يجب أن تكون من خلال هذه المناقشات أولا هل تريد الحكومة العراقية انسحاب مستشارية التحالف الدولي من العراق أم لا، هذه المسألة الأولى. وإن كانوا يريدون ذلك فالجانب الأمريكي ما يفضله بحسب ما ذكرته CNN الأمريكية يفضلون أن تكون هذه المسألة بحسب المتغيرات الموجودة في العراق بحسب استقرار الحكومة العراقية واستقرار كذلك القوات العراقية، وعلى هذا الأساس الأمور مستقرة، الظروف طبيعية، ليس هنالك تهديد من تنظيم داعش الإرهابي بحسب التقييمات المشتركة من الطرفين، وبعد ذلك تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب. ولماذا هم يذهبون بهذا الاتجاه؟ وذلك لضمان أن يكون العراق منتصرا، أن يكون العراق دائما مسيطرا على تنظيم داعش الإرهابي حتى لو خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من العراق. ولكن هنالك أطرافا داخل الحكومة
العراقية ومن أطراف أيضا مقربة من الفصائل المسلحة المقربة من إيران تبحث في حقيقة الأمر أن يكون هنالك جدولا زمنيا مفروضا أو جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية ويضع موعدا محددا بغض النظر إن كانت الأمور مستقرة أو مشتعلة. يجب أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وهذا الطرف طبعا هو الطرف الذي يلعب أيضا دورا في طبيعة هذه المفاوضات بحسب ما تحدثت عنه رويترز وكذلك CNN. وهنا جاءت الأنباء أيضا من الفورم بوليسي بأن الجنود الأمريكيين أو الولايات المتحدة بدأت تفكر أيضا بالانسحاب من سوريا، لأنهم وجدوا بأن لم تعد هنالك منفعة من بقائهم في سوريا. هجمات من الفصائل المسلحة المقربة من إيران، قادمة من سوريا، قادمة من العراق، هنالك 900 عنصر موجودين في شرق نهر الفرات وكذلك في قاعدة التنف. وعلى هذا الأساس هم يرون أن بعض المسؤولين داخل إدارة بايدن بدأت تفكر بأننا أيضا يجب أن ننسحب من سوريا. ويجب أن ننتبه هنا أن انسحبت القوات الأمريكية من العراق بعد كل هذه الظروف والنقاشات التي نتحدث عنها، فإن من الممكن أن يكون هذا مؤثرا على المستوى اللوجستي على القوات الأمريكية في سوريا، لأن القوات الأمريكية في طبيعة الحال تشحن الأسلحة مباشرة إلى أقليم كردستان إلى أربيل على سبيل المثال، وبعدها تنقل بشكل بري إلى سوريا لكي تدعم القوات الأمريكية الموجودة هنا، وهي قوات قتالية مهمتها الرئيسية هي محاربة تنظيم داعش الإرهابي. بالتالي إن خرجت القوات الأمريكية من العراق ستخرج ليست فقط من الأنبار أو من العراق بشكل عام، وإنما ستخرج أيضا يجب أن ننتبه إلى أقليم كردستان، وبالتالي خروج الأمريكيين من هنا يعني أن الأمور ستتغير ولن يكون هنالك دعما لوجستيا، وبالتالي ما داعي بقاء القوات الأمريكية هنا، ستكون تحت الضغط في ظل كل الهجمات مع ظروف قطاع غزة، وبالتالي سيكون بعد ذلك انسحاب واضح من القوات الأمريكية. لكن هذه ستشكل مشكلة كما تحدثت الفورم بوليسي لقسد قوات سوريا الديمقراطية التي هي تتواجد في شرق نهر الفرات، وذلك بسبب أنها لا زالت بمواجهات مع الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وكذلك هي في مواجهات رأيناها العام الماضي ولا زالت متأزمة مع العشائر العربية أيضا الموجودة إلى غرب نهر الفرات وإلى شرق نهر الفرات، اشتباكات كثيرة مستمرة، وأيضا قوات سوريا الديمقراطية ستكون تحت الضغط التركي. تركيا قد تفكر بتنفيذ العملية التي طالما تحدثت عنها وتحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنهم يريدون تحقيق الممر الآمن أو المنطقة الآمنة الممتدة إلى عمق سوريا وكذلك ممتدة إلى الحدود العراقية السورية بهذا الاتجاه لحماية حدودهم من الهجمات التي تنفذها البككة قوات سوريا الديمقراطية YPG وحدات حماية الشعب الكردية. وطبعا هذا أيضا سيفتح الباب للجانب التركي ليضغط أكثر على أقليم كردستان، وكذلك أن تكون إيران تشعر بالراحة في طبيعة الاستهدافات أيضا والضغط على أقليم كردستان، لأن المنظومات الدفاعية الأمريكية أيضا ستنسحب من الأقليم، وبالتالي منظومات الدفاعية في الأقليم قد لا تكون كافية لمواجهة الصواريخ الإيرانية كما رأينا مؤخرا وفي العديد من المناسبات في استهدافات على أقليم كردستان. وهنالك نفي في حقيقة الأمر في سوريا، العديد من المسؤولين الأمريكيين قالوا بشكل علني، العديد من الصحفيين المهمين وعبر العديد من المصادر قالوا لا نحن سنبقى في سوريا، وما قالته الفورم بوليسي غير صحيح. وحتى هذه اللحظة هنالك بيانات متضاربة حول مسألة المفاوضات التي تجري بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي حول الانسحاب من العراق، لكن هنالك كلام على هذه المسألة. هذا هو أهم ما في الأمر بالنسبة للجانب الإيراني. الجانب الإيراني هو هنا يرى نفسه بأنه أمام فرصة كبيرة جدا أن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق ومن سوريا، طبعا من سوريا ومن العراق هنا كما نرى في الخارطة، وبالتالي سيبقى التواجد الأمريكي موجود هنا في الخليج العربي بشكل عام، وهنا يعني بأننا نحقق نتائج، هذا ما ستراه إيران، وبالتالي دعم جماعة الحوثي في اليمن للاستمرار بهذه المواجهة، وإن كان هنالك حلفا ضدها وإن كان هنالك تحالفا ضدها، أن يكون هنالك دعم مستمر لجماعة الحوثي لتستمر في هجماتها على القوات الأمريكية، وهي تفتح فرصة طبعا لتحقيق هجمات
المهمات إن كانت على القواعد الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة أو في البحرين أو حتى في الكويت، وقد تكون قادمة من الفصائل العراقية أيضا أن تقوم بعدد من الهجمات هنا، وستشكل إيران ضغطا كبيرا لتحاول أن تخرج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، هدف رئيسي بالنسبة لإيران لتحقيق هذا الانتصار. وعلى هذا الأساس هذا الأمر قد يفسر، وهذه التطورات قد تفسر ما هو قادم تجاه جماعة الحوثي من قبل من؟ من قبل الولايات المتحدة ومن قبل بريطانيا، من ضمن العملية التي شكلوها مع حلفائهم لتوجيه ضربات والمزيد من الضربات تجاه جماعة الحوثي، وهذا سيفسر الكثير من الأمور. الهجوم الذي قامت به جماعة الحوثي على السفن الموجودة هنا في خليج عدن وفي مضيق باب المندب من السفن الأمريكية سيعني أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ستبحث عن موجة ثالثة من الضربات على قدرات جماعة الحوثي الهجومية، وبالتالي سنكون أمام حملة كبيرة. لماذا؟ لمنع جماعة الحوثي أيضا من تحقيق هذا الضغط على القوات الأمريكية والذي تريده إيران أن يتحقق. وكذلك يجب أن ننتبه أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق ومن سوريا إن تم هذا الأمر قد يكون شيئا مميزا بالنسبة للولايات المتحدة، أنها ستكون قادرة على التصرف بقوة وبقوة كبيرة على الفصائل المسلحة المقربة من إيران إن كانت في سوريا وإن كانت في العراق، وخاصة إن الفصائل انضربت لن تكون هنالك أهدافا لها لتستهدفها، لم يعد هنالك لا مستشارا ولا جنديا أمريكيا لا في العراق ولا في سوريا. ولماذا نقول إن الولايات المتحدة ممكن أن تقوم بمثل هذه الاستهدافات؟ وذلك لأن الفصائل المسلحة العراقية الآن بدأت بشن هجمات كما توعدت في اليومين الماضيين، بدأت تشن هجمات مباشرة على إسرائيل وحق حققت هجوما على ميناء أسدود هذه المرة من أجل إطباق الحصار على إسرائيل في البحر المتوسط ومنع شركات الشحن من القدوم إلى إسرائيل. وفعلا كانت الفصائل المسلحة أعلنت تحت عنوان المقاومة الإسلامية في العراق، قالت بأنها هاجمت ميناء أسدود كما تلاحظون بطائرة مسيرة مفخخة، وقاموا بتصويرها حتى هذه اليوم. الصور قد انتشرت من قبل الفصائل المسلحة العراقية بأنها حققت هذا الهجوم، ليس واضحا أن تحقق شيء أو أي إصابة، ولكن الهجوم حاضر وحاضر بقوة. كذلك إسرائيل قد تعمل بحرية أكبر ليس فقط في سوريا وإنما في العراق أيضا. بعض الأوساط السورية أكدت أن كانت هنالك ضربة لطبيعة شحنة عسكرية قادمة من العراق إلى سوريا، هم يراقبون ما يأتي من العراق إلى سوريا، لأن ما يأتي من العراق إلى سوريا ممكن أن يذهب إلى حزب الله اللبناني وممكن أن يستخدم من قبل الفصائل الإيرانية في سوريا ضد أو على العمق الإسرائيلي، بالتالي هم لا يريدون وصول مثل هذه الشحنات. وبالتالي أوساط السورية تحدثت عن هذه المسألة في 48 ساعة الماضية، هنالك شكوك كبيرة أن هذه الضربة جاءت على شحنات تحمل السلاح قادمة من العراق. لاحظ كيف هي تتفجر بهذا الشكل المستمر، هي توضح لك أنها شحنة للسلاح قادمة من العراق إلى سوريا وتم ضربها. والأنباء الموجودة والأوساط السورية قالت أنها ضربة إسرائيلية بحتة، وبالتالي هذه الشحنات بحسب هذه التفاصيل كانت قادمة عبر القائم إلى البوكمال ووصلت ما بعد البوكمال تقريبا بهذه النقطة وضربتها إسرائيل بشكل مباشر. هنالك التحديث للقمر الصناعي توضح هذه الضربة كيف إنها جاءت في منطقة فارغة بعد البوكمال مباشرة، هذه هي المنطقة التي ترونها التي تم تحديثها في القمر الصناعي. وإذا ما توقفنا هنا ونأخذ بعض العلامات سترى هذه المنطقة أو هذه المدينة البسيطة تبدو بهذا الشكل، ستلاحظ النهر أو نهر الفرات بهذه الطريقة، هنالك طريق مباني بسيطة لقرية صغيرة، وطبيعة هذه الضربة جاءت هنا بالضبط في هذه النقطة. دعونا نقترب منها أكثر لكي نتأكد من هذه الصورة قبل أن نذهب إلى الصور المحدثة من القمر الصناعي التي كشفت أين كان هذا الانفجار. ستلاحظ هذه هي النقطة التي استهدفت، بعض الألوان هنا باللون الأبيض لهذه الساحات ستوضح لنا أين جاء هذا الاستهداف، هذه الساحات طبعا والضربة من المفترض أن تكون هنا. كيف عرفنا؟ لاحظ القمر الصناعي الآن وبسرعة، ستلاحظ هنا قبل هذه هي نفس العلامات، لاحظ نفس المنطقة تماما التي تحدثنا عنها، نهر الفرات هنا، وبالتالي المنطقة التي نتحدث عنها تأتي بهذا الاتجاه هنا قبل
وهنا بعد قد لا يكون واضحا بالنسبة لكم، لنقترب منها. هذه هي النقطة التي ضربت، لاحظ هنا قبل وهنا بعد، وهذه هي المساحات البيضاء التي تحدثنا عنها قبل قليل والتي توضح فعلا أن الإصابة قد تمت هنا. بالتالي قد نرى إسرائيل تعمل بشكل أكبر على العمق العراقي إذا ما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية لأي سبب كان. المنطقة ستكون مفتوحة على مصراعيها، قد نكون متجهين إلى حرب خطيرة لا يريدها أي طرف من أن تتحقق ومن أن تطبق على الأرض.